معك ريس كلين. اهلا. كيفك؟ ولي شو نبضك قويان ولي تنبوز من امتى ولي؟ وحياتك ريس كلين مش عم لحق، مش عم لحق، شفرة حلاقة ما بقى عندي، خلص. هلا مالك يعني مثل ما عم بفهم منك ولي انه شفرة ما شفرة يعني عم بتبيع سلاح ما سلاح ولي؟ لا ريس مش عم بيع، وحياتك مش عم بيع، هن عم بيشتروا وحياتك فضولي الديبو. ولي اي ديبو؟ من امتين انت عندك ديبو ولي تنبوز؟ مش انه ديبو ديبو، قطين صغار تحت البيت. ايه؟ انشأ 200-300 قطعة جداد يما من العتاق ايامنا نحنا. لا لا في هيك وفي هيك، مزيتين مشحمين جاهزين زيت اكبادنا. شو عم يشتروا منك ولي؟ اكتر شي نقيفات وقوس نشاب. ايه؟ مش معقولين مبلشين بكير هالولاد معلم؟ كتير مبلشين بكير. ايه وحياتك يعني. شو بشلك شي عجنب رئيس؟ بدي عزبك؟ قلي بدك تشل هيك شي صندوقين الرمان، عرفتوا الرمان؟ ايه بدك تشيل دبس الرمان رئيس، هولي طيبين مع قصبة دجاج وعصافير وهيك اشياء. قصبة دجاج وعصافير ولا؟ عامل لك رمان، رمان من هيدا الرمان مش للاكل، هيدا الرمان بكبوه كب، عرفته؟ ايه فهمت عليك، فهمت عليك رئيس. لشو بدك اياه هون؟ لشو بدي اياه هون؟ بدي جمع الصندوقين وحطهم تحت سيارتك وشيلك انت وسيارتك ولا عم بتبيع سلاح ولا؟ بتمون رئيس انت بس، هولي بدهم تقنتي يعني طعنط طع. ليك تنبوز فيك تنط تروح تلعب قدام بيتكم لانه السلاح بايد الهبيله بيجرح. ما حدا قال لك روح من وجهي.